السلام عليكم. اليوم حد حصة رياضية. يا سلام. مع الطونديب، مع الأخ، مع ولد أختي سي عمر، مرحبا. ودابا كنتوجهوا للإفطار، ومن بعد إن شاء الله نتوجهوا للولاعة إن شاء الله، تولعوا شوية مع أبطال ديالنا. تحياتي. أبي دريس أيوة يا الصباح. اليوم إن شاء الله جينا عند طونديم الخال في اللوف ديالو المتواضع كما كتشوفوا. الوداع اللهم بارك. الشماشة المولية سي الولاعة الأخرى غالي الولاعة اللهم بارك. هذه الهواية الأخرى هذه. الله الله الله، هادشي عندك ما شاء الله. هذه الهواية الأخرى، الهواية قديمة كما كتشوفوا. راه اللهم بارك الهواية ديال الكنار والهواية ديال الحمام تاعي كما كتشوفوها. الماكلة ضروري كيدير إطلالة صباحية ياك؟ ضروري إطلالة صباحية ومسائية. كتراقبهم واش الشرابات عامر؟ عوامهم اليوم غيدوشو اليوم اللعيبات هادو ديال الماء. باش يعوم. كيف كتشوف داك الشيء راه في القوام ديالو؟ تشاهدوا معانا على الطوير هنا. اما البروبليمات ديالهم لعيبات الماكلة زوان صافي. وانت تقريبا تربية الكنار صعيبة شوية؟ صعيبة على الحمام يعني. هادو ما تقدرش تخليهم بالجوع. الحمام تقدر تخلي هادو ولا تخليهم بالجوع مشاو ماتوا. ياك. خصهم العومة، خصهم تاهما الدواء، خصهم بزاف ديال المسائل يعني. المراقبة شوية. فهمت ضروري. وانتوما غادي تشاهدوا معنا اللي خرجناهم كيفاش غادي نرشوهم ونعطيهم يعوموا. والاكل هنا تقدم اليوم من الاكل والاعشاب ديالهم صايبين لهم الاعشاب ياك. خريطات. هذا الاكل ديال الحمام كما كتشوف. هذه الفراخ. كلشي هذا الشيء عشوب 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 خل التفاح. هذا معروف كيتعطى للحمام والفراخ. سيدوكول سيدوكول الفراخ والحمام بجوج. بودروج تا هو بودروج لا ما كنعطيوش للفراخ ياك. وبالنسبه للهيو الحمام عطي شي مازال. ها هو راه مصايب لي الماكله ديالو البارح كما كتشوف. ها انتم راه اللهم بارك. دابا غتوجه باش انتم غتشاهدوا معنا التفاصيل ديال شويه بشويه كما كتشوفوا. ها هما الحميمات. راه الفوليير راه واخا ها ماشي مشكل كيبقى محلول عادي يعني ما عنده حتى تاثير. الفوليير مع سوجات صديق قال لي الفوليير ما عنده حتى شي تاثير. ها حنا كما كتشوفوا كننتظروا طونديم باش يجي يعطيهم الاكل ديالو. وجبات الصباحية ياك؟ درت لهم سيدوكول و ليفر دو بيي. معليش درت لك فود الروج؟ لا لا ما درتوش. درتو البارح. مزيان بحال بحال كيما كتشوفو.
اللهم بارك. كما كتشوفوا هذا اللهم بارك، راه كلشي كياكل. هنا اش كاين؟ صافي حنا سالينا الخدمة شوية الكريك. تفراخ؟ تفراخ. معلم. هذا عطيتهم الصباح ديال ندير، بقى عندهم هذا الولد هذا هو اللي بقى صافي. شوف كبير واقيلا كبير. كبير صافي. اه صافي عاد نديرو. صافي هنا فين دوزتي لي انت؟ كي داز التفراخ؟ مزيان. بخير. ها ما عرفوا لنا الولاد اخويا داو منين اخويا اللي كنلوحوا في ذاك الكرو. هو على اخو هذاك الكرو بدا هذاك الكرو بحال قلت لي درشوها من الدو الحمام ماشي مش طلب الدو الحمام مشاو لي 10 الولاد اصاحبي واللي مشى ما كيرجع بحال حنا درنا دابا الانتاج اللي طار كيمشي عاد عطاونا شي ناس هدايا منهم الاخ عمر هو اللي تبرع علينا في شي حمامات ما صافي انا طلع مليت شوف واحد عيد وصافي طلع لي الدم ونخرج جوج طاروا يمشي خرج جوج طير يمشي ولكن كلشي على وما شي 12 ولا ما عادش حاجه مابقيت حاس بكاع والله ما بقيت حاس والله العظيم ومشكله شنو هو انا عاقل عليهم وعارف السيريات ديالي ولكن ما يعقلوش عليك ولكن نهار تلقاه في نهار نلقاهم في الجمعيه غنقول لمولاهم الله يسخر انا فرخ يعطيني منه شي وليدات وصافي هذا الشيء اللي عطى الله لا حول ولا قوه لا العادي ملي مشاو لنا شي 12 بالله ما الا 12 هو 12 راك عدد كثير كثير اصاحبي غيكون قل يلا ضبطت عليها هذا مع الدراري وبقيت باش باغي نحبس التفراخ وجاب الله عاوتاني شي وليدات عطاونا شي دراري وهذا الشيء اللي كاين والله هربوا لنا اخويا هرب الله يصاوب حنا اخويا في الجروب وما كاينش شي واحد اللي قال لنا راه حكه وهادو راه باقي ما كيطيروش راه اليوم غدا تبقى مع هاد شي واحد عاوتاني واللي طاحت عنده شي حاجه الله يسخر ان شاء الله كلشي مشمش انا كنلوحو لهم في الجروب كنقول لهم راه مشى لنا هادي مشى لنا هادي ما كاين والو لا لا وتحيه للجميع هاد الشيء اللي كاين دار ولا هاد المزيانه هي الطريقه هذا هو اللي كاين تقطع من البيض بالنسبه للما كتستعمل الماء ديال الخابية الماء الخابية اخويا الماء الخابية الا ما كانش برودوي راه هو راه فيه من النفاعة كنعطي الفراخ و الحمام وكان دير هادي قديمة الخابية ديما الفراخ انا من سنين من سنين وانا شاري لهم خابية ديما الخابية كتلا حتى ملي كنعطي الفراخ سبحان الله العظيم كانوا كيموتوا ليا ملي كنعطيهم ماك الخابية سبحان الله العظيم ديما الفراخ ديما الفراخ نقي هما يديرو البراقة عرفنا هاك 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 الكريت دخلتي ليهم غندخلو دابا الكريت راه مهم الاخوان ما كيحيدش السجنة السجنة لقريتو تلقايتي معاه تخلط مع شويه بودر الروج كيما كتشوفو هانتوما اللهم بارك طويجنا تسالم منهم هانتوما تقول بحال ما خدمتش بيهم ها رقدتهم رقدتهم يومين كيما كتشوفو طرحت يومين في تشيد في جابي ياك اه الا بغيتي يطلعوا نقيين خصك ترقدهم شي يومين ولا ثلاث ايام جابي اه والله الا شي ثلاث ايام مرقدين في واحد البرميل تطلقوا مزيان اجبدتهم حكيتهم خرج منهم هذاك الشيء
ماشي هو مو هذا ملي كدير في جابي مزيان شكي كيولي كنحنا ما ترقدوا يومين ولا ثلاث ايام بقى الله نقادوا ان شاء الله نصيحوا لهم ان شاء الله نصيح لهم عمر ان شاء الله مرحبا ما عنديش مشكل وانا نطلقوا دابا شي حاجه من واحد شويه ابي ما ريحنا استراحنا شويه مع الله جينا من الرياضه وحرنا ايوا كحله هي ايوا كحله والبيض راه الفراخ حتى هما غيخرجوا يعوموا واحد هما معانا تنكملوا الفيديو خوان واحد الهدية نعطيو ال هو انا قد الدري ولد الدري زوين راه هو كما كتشوفوا اجي 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 تاخذ واحد الهدية يلا قاعدة الحمام اللي كنا شريناه وهادي والله الا فرقناها حتى حنا على الدراري تعاملوا معنا شي ناس عطاونا هادي حنا شدينا هذوك راه كانت كانوا 8 كوبلات عطينا انت حنا هديه للناس ماشي كيعطي لشي ماشي واحد عطينا واحد عرج وبارك عليا هاكا هاكا واحد الولد غنبداو بواحد عرج والله والله عطينا وجه والله العظيم ادعي لي بالهدايه والله يهدي هادشي اللي نقول الله يهدي شوف الهديه الا بغات تعطى عطي الانسان هديه مزيانه ما تكون مريضه ما تكون فيها حتى شي حاجه ماشي واحد يجيب لك معوق مثلا ولا واحد يجيب لك حمامه ما ضارباش ويبدا لك هكا حقه هادي هكا وما كاينش هادشي حشوم اللي تبغيه لك بغي اللي تبغيه لنفسك بغيه لغيرك فهمتي هذا هو هذه هي الولاعه اللي كنعرف انا هذه اللي كنا كنعرفوا حنا بالفراخ ويسخر الجاني دابا نشدو الكوبرا عطاو حتى حنا للدري خدمو هذا هو الاخ اللي عطاو الهدية كيما كتشوفوا 2021 وليدات ديال هاد العام هذا ورا الكوبر راه عطاه ليه يعني الاخ قاسم هدية لهاد اللي يلاه غي يبدا الولاعة شي كلمة الاخ زوين هاد العام ان شاء الله غنلعبو معاهم وتكون طالعين وليدات في المستوى تخرجهم لا هادو غنديرو دابا في هاد القصر هادو نتشاو ديال داك ديال هاد العام اللي خدمت بيهم اه هما هادو كاينين هاد الربعة وهادي كتفرق دابا اه دابا صافرقت شي شحال هادي هادو غنتشاو اللي خدمت بيهم داك العام غنديرهم في هاد الكرية كبيرة وغتحولهم لهي ديك السجنة اللي كتشوف فريقات بحال جيدة باش تقلبهم تقلبهم هنايا كتشوف واش مشحمين واش كما فيهم الكبدة ياك ما فيهم شي حاجة هاد الحالة هادي تبارك الله ما فيها والو خصها تعوم تبارك الله خصها تعوم ونعطيها واحد شوية ديال هذا ديال الكبدة دير واحد ثلاثة قطرات هاديك الشرابة الصغيرة ديال 50 ميلي غرام صافي ولا تشربوا واحد تبعوا لها واحد اليومين ولا ثلاث ايام صافي ونحيدوا لها وندير لها شرابة كبيرة ديالهم صافي بحال هادي والماء ديال الخابية وصافي وبنادم ما كثرش الميرون هذاك الشيء يمشي دقة دقة فهمتي الزوان الخص التفاح بحال كل شوية الزيوت فدا مع التمر كيبدلو الريش هما داخلين كيبدلو الريش الله يسخر الجاني اللهم بارك يا زلمة وكل الحمام واحد في اطار غسل الشرابات دابا غنعطيهم يعوموا غنديروا لهم واحد شويه ديال الفلاح اييه عومتي الكنار والحمام لا تجيبها فيها اه غدير خل التفاح في الماء كما كتشوفوا كيدير مع القطعه هذيك الغلاقه جوج غلايق غلاقه تقريبا نص نص شرعوك تبارك الله هذه الهوايه ديال الكنار يعني ما شاء الله هوايه في نفس الوقت فيها هوايه وفي نفس الوقت الا كنتي كديرها يعني راه ماشي تبيع فيها راه
حتى هي كتعاون فيها، كتعاون لا ماديا لا معنويا. والحباب والحباب كدير أثمنة ديال الحباب. كما كتشوفوا راه مع ضيق الوقت راه مقابل هذا الشيء وما مخليش يعني يهملو. ما شاء الله ما كاينش لا خاصني نمشي رايح في القهوة ولا الوقت ديال الهواية والوقت ديال الهواية ما فيهاش الرحمة. نعم متقلبة شوية كما كتشوفوا راه ضاع عنده هنا القرطاسي وعنده الوزغي النحاسي عنده الالوان تبارك الله جميله. هذيك السيمانه خرجنا مهربوا لنا 5 هذيك السيمانه كنا تجي هربوا لك 5 الله الحمد لله تم القبض عليهم. ايه احنا يعني في اطار عمل فيديو متناسق في هواية الكنار وهي الحمام زيت كيما كتشوفوا هذا الفيديو مطول يعني فيه استفادة حتى الدراري اللي بغاو يستافدوا في تربية الكنار واستفادة في جميع الطيور. المهم الواحد هو اللي يدير هواية وكماله على الله. هذه دواء الدواء ديال الكمين اخو. كيفاش الطريقه ديالو؟ انا نوريك دابا الطريقه اخو. وبغينا نعرفوا هذا المنتوج فين خديتيه هذا يعني هذا البرو الماكينه الماكينه تاخذ عند اي واحد كي يديروا قري عندك عنده 40 درهم وخير صافي كتشارجيها الدواء ديال القميله قمله ما كتصلح للحمام لا كتصلح للحمام كما كتشوفوا مزيان دابا غنديروا ان شاء الله غيطرونج ديال الماء وغنديروا له الفطيره هذه كتاخذ هذا السوري كثير من 5 نقطات كيطرو ديال الماء صافي مقطاس بالقطره ديالي تقدر ديرها للطير واخا تكون ماكله ماشي مشكل ولكن ما كيتحطاش هانتوما تشاهدوا معايا العمليه و صافي مقطاس انا عندي 7 حتى القطره ديالي دابا جبدها تخدم بها انا رش بها فوق سير يعني هاديك الطريقة تخوع الماكلة تقدر تحيدو له بشوية ديرو له بشوية الشمس تحيدو شويه من الضل كيتخو عليهم الماكل كيتخو في الماكل ماشي مشكل هذا هادشي اللي قال لنا العلماء قالك واخا ديرو في واخا تخو في الماكل يا صراحه الانسان يحيد الماكل اه
اه كون حيدتي الماكلة غتفزق. اش علاش دارت نشفها غنديرهم في الشويش؟ انا ويلا لو كنحاول نديرهم في الزيت. الحمد لله دابا سالينا خاص عامو درنا لهم الدواء ديالو المسائل ديالو وخاتمو وما عطاهم ياكلو وسكر عليهم ياخدو راحتهم دابا عطاهم الما اللهم بخير العباد الله يسخر الجميع. اللي شاف شي حاجة يقول اللهم بارك اللهم بارك وما تنساوش لايك وبارطاجي الله يحفظك. نعاود ندعمو القناة ديال عمر معنا ابن الاخ ديال طونديم واللي غيكون معاونو هذا العام ان شاء الله في هذه السنه. اش كتستعد لهذه السنه؟ نستعدو نربحو واحد البطوله ان شاء الله. الشب غيكون هو الاول ان شاء الله وقناه عمر المحامي وغادي نحاسي باش غادي نضربو ان شاء الله. هذاك نحاسي وباش غادي نضربو ان شاء الله الاول مع الصفاره طططط. اوكي عندي كلاس السلاله السلاله تقدر تحدث لينا مع بلجيكيه وبا با ديال عيسى ديال عيسى عيسى ديال عيسى القزاز لافت عيسى اسامه لافت عيسى اسامه دار معنا مسكين مزيان عطانا شي حاجه من حمامه ما وحده ما جوج ما ثلاثه تعامل معنا والله العظيم الله عمر دار هذاك السيد وكنشكرو هو اللي تعامل معاك كاع في تعامل معاه وايمن حتى هو نشكرو على النصائح ديالو وصافي هادو اللي كاينين هادو اللي كنعرفو فيهم وواحد السيد صاحب الصديق ديال عمر حلاق خالد 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 بولال عطا واحد الهديه ووصل لي الهديه حتى انا وياه بحال بحال لوفت واحد ان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع وحنا معاكم هذا العام اللهم بارك الله يسخر الجميع بارطاجي خوت من بعد الولاعه دوشنا حنا دابا غادي ان شاء الله نتغداو كعار خصنا ناكلو اكل صحي هاد شويه الشلاضه بعدا وخلو الكلمه لعمر
وكما كتشوفوا الاخوان تهلا فينا الاخ اليوم تهلا فينا الاخ سفيان جابنا شلاله كما كتشوفوا تبارك الله عليه وكنشكروه بزاف.